حديث أكثر عن معدلات البطالة خلال الربع الرابع من العام الماضي، معنا مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والاجتماعية السيد أحمد عوض. أهلا وسهلا بك أستاذ أحمد. بداية، هل برأيك الأرقام التي سجلت هي الأرقام المتوقعة وهل تعكس الواقع فعليا؟ هي حقيقة لم تكن مفاجئة للمراقبين لطبيعة التحولات التي جرت في سوق العمل سواء قبل جائحة كورونا أو بعد جائحة كورونا. المتبع لطبيعة السياسات الاقتصادية والسياسات اللي أدارت بها الحكومات المتعاقبة لسوق العمل كان واضح أنه هذه الأرقام لم تكن مفاجئة لها حتى قبل كورونا. الرقم حقيقة رقم كبير جدا، رقم خطير، رقم يؤشر إلى ليس فقط ضعف سياسات العمل وسياسات التحفيز الاقتصادي وإنما فشلها. أن يصل ربع القوى العاملة حقيقة تعاني من البطالة، هذا رقم كبير. ثلث القوى العاملة من النساء أيضا يعانون من البطالة، هذا رقم كبير. بين الشباب الرقم كما أشرت حضرتك في الخبر بأنه إحنا حوالي 48% من الشباب ما بين سن 19 وبين سن 24 بيعانوا من البطالة وهم من غير الجالسين على مقاعد الدراسة. هذا رقم كبير جدا، يجب أن يدق ناقوس الخطر لمراجعة مختلف السياسات التي أدت إلى ذلك. يعني إلى جانب أزمة كورونا أستاذ أحمد، يعني برأيك هل هناك أسباب أيضا عمقت هذا يعني الارتفاع الكبير في البطالة في الأردن؟ يعني هناك أسباب حقيقة قبل كورونا ممكن أن نشير له، في أرقام بعد كورونا. حقيقة سياسات استجابة السياسات الاقتصادية اللي اتبعتها الحكومة للاستجابة لتداعيات جائحة كورونا حقيقة لم تساعد على صمود المؤسسات والحفاظ على العمل لديها، ولم تساهم في دعم هذه القطاعات خاصة الأكثر تضررا. في قطاعات أغلقت في سوق العمل الأردني ويتم تصنيفها حقيقة في الأردن هي الأكثر تضررا، ولكن حقيقة لم يقدم إلى هذه القطاعات أي شكل من أشكال الدعم للحفاظ على العمل لديها ولتعزيز صمودها للمستقبل. وأنا هاي دعوة لمراجعة هذه السياسات التي صدرت عن طريق أوامر الدفاع، يضاف إلى ذلك السياسات السابقة يعني ما قبل جائحة كورونا واستمرت إلى جائحة كورونا. معدلات الضرائب العالية المفروضة على الاقتصاد في الاقتصاد الوطني وعلى المجتمع الأردني حقيقة عالي جدا وشكلت عبء ضريبي زاد عن 26%. هذا ضغط حقيقة على الأنشطة الاقتصادية، ضغط على القوى الشرائية الاستهلاكية للمواطنين والمؤسسات، وبالتالي حجم الانكماش الاقتصادي صار كبير جدا. والآن لم نعد نتحدث عن قدرات الاقتصاد الوطني يولد فرص عمل جديدة، وإنما الآن نتحدث عن نحافظ على ما يتبقى لدينا. نعم، فبالتالي كيف سيؤثر على مشاركة القوى العاملة فعليا أستاذ أحمد؟ يعني حقيقة هذا الرقم الكبير يؤشر على أن ربع القوى العاملة معطل الآن، وهذا له آثار اجتماعية على زيادة معدلات الفقر، وهذا أيضا له مخاطر اقتصادية واجتماعية وحتى سياسية، ويؤثر على القوى الإنتاجية الكاملة داخل المجتمع وغير مستغلة. حقيقة المطلوب تحفيز هذه القوى الاجتماعية والقوى العاملة لنعيد لها قدرتها على خلق الطاقات أو الاستفادة من طاقاتها في تعزيز النمو الاقتصادي من خلال حقيقة الأدوات التي لم تقم الحكومة بإجراها. من غير المعقول أن نعاني من انكماش اقتصادي يزيد عن 3% أو 2.5% وحتى الآن أرقام الضرائب الغير مباشرة لا مساس بها، ولا يوجد نوايا لدى الحكومة، وهذا ظهر في أثناء مناقشة الموازنة في البرلمان، لا يوجد أي نوايا لدى الحكومة لمراجعة هذه الضرائب العالية باتجاه زيادة السيولة بيدين المجتمع وتحفيز الاقتصاد للأمام. نعم، ولكن أستاذ أحمد أيضا بالمقابل الحكومة في الفترات السابقة حتى في بداية أزمة كورونا عندما كان يتحدث الدكتور عمر الرزاز وحكومته عن 30,000 تقريبا فرصة عمل، وأيضا كان هناك فرص استثمارية يبنى عليها. يعني أين هي هذه الفرص فعليا، ولماذا لم تقلص من أعداد البطالة المسجلة؟ للأسف الشديد ما كنا نسمعه من الحكومات المتعاقبة والحكومة السابقة وحتى الحكومة الحالية هو، أسف أستخدم هذا المصطلح، هو تغميس خارج الصحن. الأسباب الحقيقية التي أدت إلى ارتفاع معدلات البطالة قبل كورونا وبعد كورونا هي ذاتها الأسباب التي ساهمت في زيادة معدلات البطالة. من غير المعقول أنا ما زلت بعتمد على زيادة التصدير عشان أنا أعزز النمو الاقتصادي وأولد فرص عمل. هناك حقيقة محركات للاقتصاد الوطني وتحفيزه اللي هو الاستهلاك، الطلب المحلي يتراجع يوما بعد يوم نتيجة
الضرائب المرتفعة جدا التي تستخدم في التي تطبقها الحكومة في الأردن خشية على المالية العامة. نحن نؤمن بأن المالية العامة واستقرارها هام، ولكن أنا تقديري تحفيز الاقتصاد للأمام هو الذي يزيد يخفف من الضغوط على المالية العامة. يضاف إلى ذلك أن السياسات العمل اللي كانت تتم استخدامها برامج تشغيل وعقود مع القطاع الخاص لتوليد فرص عمل وخدمة وطن وإلى آخره، حقيقة هذه لم تثبت جدواها، وكنا في حينها ننتقد إذا بتتذكري أنه هذه السياسات حقيقة لن تؤدي إلى حل مشكلة البطالة. حل مشكلة البطالة يتم بإجراء محفزات للاقتصاد الوطني وتحسين شروط العمل لتشجيع القوى العاملة اللي غير قابلة. نعم، ولكن يعني دخلت أستاذ أحمد أزمة كورونا أيضا يعني تلقي بظلالها أيضا على كل هذه المشاريع. يعني لا أدري إذا كانت أزمة كورونا هي الأساس، ولكن عندما نتحدث أيضا عن موضوع قانون الدفاع، قانون الدفاع أجبر أيضا الكثير من الشركات على الإبقاء على موظفيها. أيضا التسهيلات التي قدمت لبعض القطاعات حافظت إلى حد ما على بعض الموظفين. برأيك الانتهاء من قانون الدفاع إلى أي مدى سيؤثر على أرقام البطالة ومعدلات البطالة بشكل حقيقي؟ أنا تقديري بعض أوامر الدفاع التي صدرت بوجب قانون الدفاع هي ساهمت بشكل بسيط جدا في الحفاظ على بعض القوى العاملة اللي بيشتغلوا بعقود محدودة المدة وتم تجديدها 3 مرات قبل ما يتم تفعيل قانون الدفاع، وبالتالي نسبة اللي بيشتغلوا بهذا النوع من الأعمال محدود جدا، ولكن حقيقة تم تسريح عشرات الآلاف من العاملين والعاملات في سوق العمل في العديد من القطاعات الاقتصادية، إما بسبب تراجع بعض خطوط الإنتاج أو بتراجع الطلب العام وخلافه، وإما بإغلاق بعض القطاعات الخاصة القطاعات الأكثر تضررا، واللي حقيقة حجم الحوافز التي قدمت لها على لسان هذه قادة هذا القطاع والعاملين فيه كانت محدودة جدا. فكيف لأصحاب الأعمال أن يذهبوا لأخذ قروض من أجل دفع أجور العاملين بينما لا يسمح لهم بممارسة أعمالهم؟ أنا تقديري هذه القطاعات تعشر الحكومة بأنها إعادة فتحها خطير على الحالة الوبائية. هذا قرار الحكومة يجب أن نحترمه، ولكن عليها أن توازي ذلك حزم تحفيز وحزم دعم لتعزيز صمود هذه المؤسسات واستمرار دفعها لأجور العاملين لديها وليس تشجيعها على تركهم حقيقة. نعم، مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والاجتماعية أحمد عوض، شكرا جزيلا لك.